كان في واحد من فنادق القاهرة الذي احتضن منذ قليل فعالية مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة. المؤتمر يعتبر النسخة الثانية بعد مؤتمر مصر تستطيع بعلمائها واستضافته مدينة الغردقة في شهر ديسمبر الماضي. هذا المؤتمر يمثل تعاونا ما بين الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وأيضا الأجهزة الممثلة في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي صاحبة المبادرة الناجحة والرائدة التاء المربوطة. جلسات المؤتمر شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين. في بداية هذا المؤتمر أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن هذا المؤتمر هو ترجمة عملية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، كما أنه نموذج حي للتعاون ما بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة وهو صاحب مبادرة التاء المربوطة. الوزيرة أضافت أن هذا المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تجارب النابهات المصريات أو النابغات في كافة المجالات لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر عام 2030. أوضحت أيضا الوزيرة أنها لمست تسابقا من كافة المصريات في الخارج لكي يشاركوا في هذا المؤتمر المهم، وأن كثيرا منهن لم تمكنه الارتباطات من أن يحضر، لكنهن أي السيدات جميعا أبدين الرغبة والاستعدادات الأكيدة للتعاون مع مصر وأيضا لتقديم الخبرات لخدمة خطط التقدم وخطط النمو كل واحدة في تخصصاتها المهمة التي تحاول أن تدلي بدلوها لكي تخدم بلدها مصر. تحدثت أيضا رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي عن هذا المؤتمر وعن أهدافه وعن التحديات التي تواجه المرأة المصرية في الخارج، وأن المرأة المصرية في الخارج يعني مكملة لشقيقاتها المرأة المصرية في الداخل، وأن المرأة المصرية تكافح أيضا من أجل مهام وأهداف معينة، من أجل تربية الأولاد، من أجل تعليم الأولاد، من أجل الكفاح مع الرجل جنبا إلى جنب من أجل مستقبل أفضل، من أجل شراكة دائمة مع المجتمع لكي أيضا تثبت المرأة المصرية في الخارج حقها المشروع والدستوري في الانتخابات. وقالت إن المرأة من خلال الانتخابات الماضية كان لها دور كبير جدا في الاتجاه إلى السفارات، إلى القنصليات، إلى أماكن الانتخابات العامة في الدول في الخارج لكي تمارس حقها الدستوري، حقها المشروع كمرأة مصرية وكرقم مهم في المعادلة المصرية، وكانت تنتخب بكل حرية وشفافية. أيضا وزيرة التخطيط هالة سعيد تحدثت في هذا المؤتمر في كلمة موجزة على أن المرأة المصرية كان لها دور كبير جدا في الأيام الماضية، وبدأ هذا الدور يتضح أكثر فأكثر منذ عام 2014 حتى الآن. كان لها دور في تحقيق التنمية الشاملة، التنمية المستدامة، في أيضا المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وأيضا دورها الهام في التنمية في المجتمع. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أيضا كان له كلمة أخيرة قبل أن تأتي الاستراحة لكي تستكمل الفعاليات. تحدث على أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية. لماذا تم اختيار هذا العام؟ تقديرا لدور المرأة المصرية في المجالات المختلفة، حيث أن هناك تكامل أيضا وحديث حول محاولة تمكين المرأة في النواحي السياسية الاقتصادية الاجتماعية أيضا. وقال إن هذا المؤتمر هو حلقة مهمة من حلقات الاهتمام بسيدات مصر خارج الوطن، لأن سيدات مصر خارج الوطن لهن دور كبير أيضا بالإضافة إلى السيدات في داخل الوطن. وتحدث على أن هناك خبرات وعلى أن هناك عقول من السيدات المصريات في كافة المجالات في خارج الوطن وفي نواحي كثيرة ومتعددة، ولابد من الاستفادة بهذه العقول والخبرات من السيدات المصريات لكي يشاركنا مع السيدات المتواجدات في الداخل. ودعا إلى أهمية التواصل مع المصريين في الخارج ككل سواء كان سيدات أو رجال وفيما بين الداخل لكي تكون هناك حلقة وصل وحلقة اتصال من أجل التنمية الشاملة. إذن هذا المؤتمر في مجمله يمثل ترجمة حقيقية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية. إذن كيف التفاصيل تبدو في هذا المؤتمر وأهميته؟ نبدأ أولا مع
الباحثة في مجال القانون والاقتصاد، وهي من ضمن المكرمات في هذا المؤتمر، السيدة إيمان رشوان. أهلا بك سيدتي، ونود أن نتحدث حول أنك واحدة من ضمن المكرمات في هذا المؤتمر. كيف ترين أولا أهمية هذا المؤتمر بالنسبة للسيدات في مصر في الخارج وأيضا في مصر في الداخل؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة أن هي فعلا مبادرة الأولى من نوعها، نظرة مختلفة على السيدات خارج مصر، أخيرا حد التفت لدورهم وعرف أهميتهم بره، مش بس في المجالات المهنية والأكاديمية اللي بيتم تكريمها النهاردة، ولكن الأهم وده اللي أشارت لي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، المرأة المصرية اللي بتربي الجيل الثاني والثالث وتطلعه عنده انتماء لبلده وبتكون نعم. رفيقة لزوجها في الكفاح بره، فهي حقيقي هي صوت مصر بره. طب انت حضرتك هنا يعني انت كباحثة في مجال القانون والاقتصاد، على اي اساس تم تكريم حضرتك؟ هل على هذا المجال ام مجالات اخرى؟ والله انا في اعتقادي انه على مكمل يعني الدراسات اللي انا عملتها بره، لان انا اتنقلت بين اكتر من بلد، ولكن عموما دراستي كلها كانت في مجال القانون والاقتصاد، ولي عدد من الابحاث المنشوره في المجال ده، فعلى هذا الاساس يعني جبت تكريم. كمان انا كنت واحده من اعضاء البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده الدفعه الاولى، فبرضو كان ليا سابق تعامل مع وزارات الدوله المختلفه، ونتمنى ان شاء الله انه يعني الابحاث تخرج من مجال الاكاديميا وتدخل في مجال التطبيق علشان الدوله تقدر تستفيد بيه. يعني هنا المهم طبعا حضرتك هو زي ما قلتي تطبيق ما تاخذينه من مجالات مختلفه، وخاصه في مجال القانون والاقتصاد اللي حضرتك يعني خبره فيه. وكيف يمكن نقل خبرتك إلى الداخل، إلى المصريات المتواجدة في مصر؟ يعني بمعنى أن تكون هناك حلقة ربط فيما بينكم في هذه المجالات المختلفة. حضرتك يا فندم، في دايما في مصر إن هم عادة عايشين في دول ثانية وفقا لسيستم ثاني، فموضوع إن احنا نعمل ترانسبلانتنج الإكسبيرينس دي جوه الدولة المصرية صعب، لان الواقع المصري مختلف ومحتاج يكون ترس جوه الدوله نفسها. نعم. مؤتمرات مصر الوسطيه بتحاول تلتف على الصعوبه دي، ان هي بتستغل الخبره الفرديه لكل واحد من الخبراء المستضافين، فان هو يقدم مبادره يقدر يساعد بيها وزاره من الوزارات بشكل مباشر دون الدخول في التعقيدات الاداريه او السياسيه للموضوع، ودي فكره هايله وعظيمه. بالاضافه لذلك انا يعني انا ستيل يعني مدرس مساعد في حقوق القاهره، وانا بس في يعني في اجازه دراسيه علشان اخلص الدكتوراه بتاعتي، ولكن بعدها انا زي ما بتسالني انت ناويه تكملي في المانيا ولا ناويه ترجعي مصر، والحقيقه انه سؤال صعب جدا، بس انا متاكده انه حتى لو فضل ليا تواجد علمي بره هبقى رجلي هنا ورجلي هناك، ما اقدرش ابعد عن مصر. هنا استاذ ايمان يعني هنا النقطه دي مهمه، وهي زي ما قلتي نقل الخبرات للمصريات المتواجدات في الخارج، لكن هنا كيف يعني نحاول أن نوائم ما بين هذه الخبرات للمصريات العاملات في الخارج المتواجدات هناك، يعني بحيث أيضا لا نغفل الظروف التقدم الذي حققته الدول التي تواجدنا فيها أنتن ومؤامة ذلك بمصر. تمام. لو حضرتك موجود معانا النهاردة هتشوف السيدات اللي موجودين، رغم ان هم قضوا اوقات طويله جدا من حياتهم بره مصر، الا ان هم ستيل مصريين حتى النخاع. احنا كان لينا نقاشات جانبيه من امبارح كان اول يوم بنتقابل فيه، والحقيقه انه اتس فيري امبرسيف قد ايه هم واعيين يعني بالتفاصيل الدقيقه لمشاكل الدوله المصريه، وازاي ممكن الحاجات اللي عندنا دي يبقى ليها تحديات في الابلكيشن بتاعها هنا. فعلشان كده انا يعني انا رايي الشخصي واعتقد بيتفق معايا كتير من السيدات هنا، ان احنا نبعد عن الأسقف العالية والطموحات العالية والكلام الكلي، ونركز على المايكرو ليفل، الحلول الفردية الجزئية اللي تقدر تعالج قصة معينة، بحيث نمشي بعد كده المايكرو يتدرج ويوصل للماكرو. ده الواقع، ده الشيء الواقعي دلوقتي اللي يقدر يتعامل. طب هنا يعني اللي انت قلتي يعني مشكلة الروتين مثلا، البيروقراطية، مشكلة التعقيدات التي قد تريناها كباحثة مثلا في مجالك القانون والاقتصاد في مصر، وتحاولي أن تطبقي المفاهيم والمعايير العلمية
والمرونة وعدم الروتين في تحقيق إنجازات معينة في الدولة التي تعيشين فيها؟ يعني هل هذه يعني يمكن تحقيقها حقيقة؟ بمعنى أن هل المسؤولين يستطيعون من خلال هذا المؤتمر، من خلال تداعيات هذا المؤتمر، من خلال نتائج هذا المؤتمر، أن نأتي بصورة مهمة تحقق توازن فيما بين الذي يجري في الدول الخارجية وفي مصر؟ بص يا فندم، هو مش سهل، يعني استحالة لا مؤتمر ولا اثنين ولا عشرة هيقدروا فجأة يقلبوا حال الدولة من اليمين للشمال. ولكن الإصلاح عموما، سواء الإصلاح الاقتصادي أو السياسي أو المجتمعي، بيحتاج وقت وصبر، وبيجي دايما على شكل خطوات. ودي الحاجة اللي كل اللي بيشتغلوا في المجال العلمي اتعلموها بالمهنة، إن مفيش تغييرات حتى في حياتهم الشخصية أو في حياتهم العلمية بتحصل كده مرة واحدة. احنا بنفضل سنين نمشي خطوة ورا خطوة ورا بحث معين لحد ما نوصل للنتيجة. لكن دي خطوة، خطوة مهمة، ونقدر ان احنا نمشي وراها. بس الحقيقة جنب كمان الصبر، فاحنا في مرحلة محتاجة جرأة. اللي حضرتك بتقول عليه ده، ان الناس تقدر تطبق الموجود في العالم المتقدم في مصر، يحتاج خطوات جريئة وثورية في مجال التعليم. التعليم هو اساس كل شيء. والتعليم وايضا نقطة حضرتك، يعني وانت في المجال القانون والاقتصاد ايضا سيدة ايمان، هنا مثلا نتحدث عن الاستثمار في مصر، وكيف أننا يجب أن نطرق أماكن جديدة للاستثمار، نفتح أبواب جديدة. وأعتقد أن يعني في مجال القانون والاقتصاد بالتحديد، هناك في الدول الخارجية ثمت مؤشرات أو ثمت تعديلات أو ثمت تقدم. كيف يمكن أن ننقل ذلك إلى مصر في ناحية الاستثمار، وخاصة يعني في القوانين المعوقة للاستثمار، نربط ما بين القوانين وما بين الاقتصاد، كيف يمكن ذلك؟ فكرة القانون والاقتصاد موجودة في الدنيا بقى لها حوالي 50 سنة، بس بدأت يعني تيجي لمصر أو الناس تسمع عنها في مصر من حوالي 2-3 سنين، إنه ما بقاش ينفع نبص للقانون أو نصيغه على بس على إنه قانون. لازم يبقى فيه قانون اقتصاد وقانون اجتماع وقانون علم نفس، لأنه القانون بيطبق في الواقع إن كونس. فالحقيقة إنه أنا برضو على تواصل مع اللجنة اللي بتتولى مقترحات الإصلاح التشريعي في مصر، اللي هي من جهات كثيرة جدا، وهم عندهم دلوقتي مبادرات مشتغل بإن هم يسمعوا أكثر عن القانون والاقتصاد، لأن الآثار الاقتصادية للقوانين بتكلف الدولة كثير جدا. أنا مبسوطة إن بقى في حد دلوقتي بيفكر في ده، بيفكر في إن إحنا نقيس القانون قبل ما نطبقه وما نعتمدش جاست على الانتويشن، وده اللي أنا هحاول أتطرق ليه بكرة إن شاء الله في الجلسة اللي هتكلم فيها. أنا يعني أهنيك أولا على أنك أنت ضمن المكرمات في هذا المؤتمر، وأشكرك أيضا على هذه المداخلة التي كنت معنا فيها، الباحثة في مجال القانون والاقتصاد وضمن المكرمات السيدة إيمان رشوان، أشكرك شكرا جزيلا.